إحدى الأخوات من الصم تسأل، تقول يعني بالنسبة لها شعرها يتساقط، تقول هل يجوز لي أن أقص شعري؟ وهل الشعر هذا اللي قصصته ماذا أفعل به؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة إذا كانت متزوجة فإنها تستأذن زوجها في قضية قص شعر رأسها، لأن الشعر مقصود، الشعر مقصود، والزوج إذا رأى بأن زوجته لديها شعر يتساقط وكذا يعني طبيعي سيوافق على قضية قص الشعر، أن تقص شعرها. أما إذا كانت غير متزوجة، يعني هي ليست ذات بعل، غير متزوجة، فيجوز لها أن تقص شعر رأسها إذا كان يتساقط بمثل ما ذكرتي. بالنسبة للشعر المقصوص هذا، يعني الأفضل حرقه أو دفنه، لأن ما عندنا نص على أن الشعر ماذا يفعل به، لكن في وازع طبعي عند كل إنسان أنه يكره يشوف الشعر على الأرض أو كذا، ولذلك يعني تدفنينه في الأرض، تحرقينه، يعني مثلا تضعينه في مثلا الصرف الصحي، تسحبين عليه الماء، كل هذا لا بأس به. بارك الله فيك.